اهلا بيك. نضال، ليه ما اتجهتش للكوميدي بعد ناجي عطل؟ لا يعني هو الحمد لله الكوميدي مش غريب عليا، يعني الحمد لله انا ربنا كرمني بحب الناس في فكرة ان هم يحبوني في الكوميدي، لانها كانت بداياتي مفترض انها من تامر وشوقية 5 اجزاء، وتامر وشوقية كنت بعمل دور سيد ميكروباص، فكان يعني حاجة جميلة جدا يعني، وضحكه كان حلو. ما انكرش طبعا ان الوقوف جنب الزعيم عادل امام شيء مختلف وشيء عظيم في تاريخ الواحد، وانه يعني الواحد كان بيحلم انه يسلم على استاذنا الكبير عادل امام، فكون انه يقف جنبه ويقول دور كوميدي جنب زعيم جمهورية الضحك استاذ عادل امام، فده بالنسبة لي كان شيء سبق ملوش حل يعني. لكن بصراحة انا يمكن عندي سببين ما خلنيش العب الكوميدي بشكل على طول يعني. السبب الاولاني طبعا الموضوع عرض وطلب، والمعروض في فكرة انه يجي لي حاجات كوميدي كنت ببقى حريص دايما انها تبقى اعلى من اللي فات، فده كان بيخليني متوتر شوية في فكرة ان انا اقبل اي عرض كوميدي يجي لي يعني. ضيف في على ده انه خفت من فكرة انه يبقى في قولبة يعني، او في حاجة اسمها اكليشيه ان انا افضل في الكوميدي ده وما اعرفش اغيره يعني، فكنت ببقى حابب انه اعمل ادوار مختلفة سواء كوميدي تراجيدي انسانيات حاجات كده يعني. انا لحد ما سبب في الموضوع ده لانه انا دايما بحط فكرة انه الحياة الشخصية للعيلة وللأسرة ملهاش دعوة بفكرة الأضواء أو فكرة الحاجات دي يعني. أنا اللي ارتضيت لنفسي أني أكون ملك للناس تبعا للمكانة والحب اللي ربنا حباني بيه، فالناس أنا تحت أمرها في أي حاجة، تفاصيلي، أكلي، شربي، طلوعي، نزولي، كلامي، طريقتي، لبسي، كل الحاجات دي أنا تحت أمرهم فيه. لكن الأسرة هي حياة شخصية لناس وتفاصيل وشخصيات وحاجات يعني مختلف بعيد عني يعني، أو مش بعيد عني لكن أقدر أقول يعني هم لهمش ذنب، فأنا بحاول بقدر الإمكان يعني إيه أخليهم يتمتعوا بفكرة الخصوصية بتاعتهم براحتهم، يعيشوا حياتهم بطريقتهم بأسلوبهم كده يعني، من غير ما يبقى عندهم فكرة المشاع أو فكرة إنه انت متاح معظم الوقت يعني. لكن انا بالنسبة لي خلاص انا ارتضيت بالفكرة دي، وربنا وبحمد ربنا على النعمة اللي انا فيها من حب الناس ده، فعلى راسي. لكن انا فعلا كنت سبب رئيسي في فكرة انه احاول انحي اسرتي تماما عن فكرة الاضواء وحصل ايه وكلوا ايه وشربوا ايه واتجوزوا وطلقوا وطلعوا ونزلوا وحبوا وعشقوا لخبطة مش حاببها بصراحة. فمعظم التفاصيل الحياتية العادية بتاعتي بحاول انحيهم، حتى في الكلام محدش يعرف انا عندي مين، بعمل ايه، مين فين بيعمل ايه، مش عارف ايه. لكن لما بيبقى في فرصة متاحة بشكل طبيعي جدا زي اي حد، انا بحترم زوجتي واولادي وبحبهم جدا، لو في اي حاجة متاحة بالشكل في الاطار اللطيف البسيط طبعا يبقوا حاضرين وموجودين يعني. حصلت وبتحصل طول الوقت وانا ما برضاش. ايه؟ بصي اصلا انا واخد سلك الفن دوت من وانا في تقريبا تالتة اعدادي، من تانية اعدادي بالظبط دخلت او من ستة ابتدائي كان غنى وبتاع مش عارف ايه، وبعدين من تانية اعدادي دخلت المسرح والشعر والالقاء ومسابقات الجمهورية ومش عارف ايه، وبعدين ثانوي وبعدين المعهد وبعدين مش عارف ايه، فخدت الطريق تقريبا من ماينس ون مش من زيرو، وانا لا عندي خال ولا عندي عم ولا عندي بتاع ولا ما بتاع ولا في فلوس ولا في اي نوع من انواع الباور باي شكل من الاشكال يعني. ف يعني شفت كل الصعوبات اللي ممكن اي حد يشوفها، ومن اول الهواه للمدارس للهواه والاحتراف ومش عارف والكلام ده، ففي بدون مبالغه في اهوال، في شيء صعب، في حياه صعبه، في ستريس فظيع، في موضوع صعب صعب
واكيد الواحد بيتمنى لاولاده ان يكونوا احسن منه، واكيد بيتمنى لهم ان هم ما يعدوش باللي هو شافه او باللي هو عاشه. فده من ضمن الحاجات اللي خلتني او مخلياني دايما رافض يعني، الى ان يملكوا زمام امورهم ويبقوا في الحته الكويسه وبتاع ومش عارف ايه. والله نضحت بقى ما نضحتش، في موهبه ما فيش، ده موضوع يرجع لهم بقى، بس يعني اكون انا اتكلت على الله يعني. وروني نفسهم. بدون ذكر اسماء، هو طبعا يستحسن ان الجمهور هو اللي يديك كل الحاجات، هو الجمهور اللي بيدي للفنان كل الحاجات، كل الهالات، سواء كان ألقاب، سواء كان سوكسيه، تصفيق، سواء كان حب، سواء كان اهتمام، سواء كان الجمهور هو بالنسبة للفنان هو اللي بيكمل الدايرة. فده الأساس بتاع الموضوع يعني. لكن الزعيم عادل إمام على كل المستويات، الزعيم عادل امام يعني حاجه عظيمه يعني. يعني تاريخ ربنا يديله الصحه ويديله العمر يا رب، هذا العمر الطويل في خدمه الفن وخدمه الجمهور وتقديم الكثير من الاعمال المختلفه وكلها ناجحه يعني. قدم كوميدي ناجح وفارس سير وفظيع، قدم تراجيدي عظيم، حب في الزنزانة، مشبوه، قدم أكشن مش عارف، فكله هايل يعني. فتاريخ عظيم جدا، فمن يستحق فعلا فكرة انه هذا التاريخ العظيم جدا. يعني الزعيم عادل إمام، احنا مثلا لما بسافر برا تمام احد الدول العربية او حتى الدول الأجنبية، فلما بيتكلموا ده دايما قلتها لوقائع حصلت في حياتي فعلا. مصر الاهرام، النيل، عادل امام كده والله. فيعني ده حاجه عظيمه. اما طموح البني ادم الشخصي بقى عند اي حد انه نفسه يبقى قيمه ولقب عظيم وكده، ربنا يوفق يعني. انا مش مع الفكره دي قوي اولا، بس هي برضو القائمين على فكره ان اخذوا المسرحيه وعرضوها، عادل امام يعني تهيألي انه ملك من ملوك المسرح. عشان تعرفي تستمتعي بيه جدا تمام، لازم تبقي قاعدة في المسرح بتتفرجي عليه، لازم تبقي عايشة الحالة المسرحية دي عشان تعرفي تضحكي. ضيفي على ده كمان انه المسرحية واقفة مثلا بقالها 10 سنين او اكتر من 15 سنة وبتتعرض دلوقتي، ففي فارق زمني كبير حتى للأعمار اللي بتتفرج أو السنين اللي بتتفرج أو الشباب اللي بيتفرجوا. من 15 سنة كانوا قد إيه مثلا، عندهم 5 6 سنين ولا 4 سنين لسه ما عندهمش أي تفكير، وبعدين فجأة فده عمل خلى رد الفعل مش قوي بالقوة الكافية يعني. لكن عادل إمام طبعا غني عن التعريف في قوة الضحك بتاعه أو قوة المسرح بتاعه يعني. عايزه تتفرج عادل يعني، بودي جارد دي اتعرضت حوالي 10 سنين من الطلب الجماهيري عليها، سواء بقى كل الاعمال اللي اتعملت، الواد سيد الشغال مش عارف ايه يعني، 18 سنه 15 سنه 14 سنه، ومش في مصر بس، في كل الدول العربيه يعني او العالم، حتى في اوروبا الحاجات دي كانت بتتعرض. لا يعني هو بس ظروف عرض مسرحية بودي جارد هي الجديدة في التلفزيون دي كان ظروف خاصة يعني. شكرا جدا ليك ونورتنا جدا، انا متشكر لحضراتكم جدا.